السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هيتما استماع الأحباب الزنين الكل داخل ونسلام ينتميان ينطرفيان قمة الحسين قنوير ونضايتيني تيمن سوين الخير لهنا دوفولكي الكل تسلم في المحبين الزنين غدرار ولا غزغار كله ميكان مزيغ إحران الفلس تسلم أرستيني أقربي لوقات نكتم باركين قبل الدخصة ولا أبدو الموضوع ناسا ريغاد نيغ هي أي واحد ولا تتجاب الفيديوهات ولا تتجاب المحتوى نو اي غادر سبحانه بدون مشاكل بكوني غير اللي سنقتنع غير اللي نزرع هنا رتنا سواء ترام سواء ترين المحبين الزنين اللي يتناقشن الافكار يتناقشن المواضيع سلا عقد المنطقة الدنجمع وانا ارتجاب جماعتنا رسمتني غرف لك يصادر بها الفيسبوك يادنا عن الصفحات يادنا تبارك الله عليك. المهم الموضوع انا غاسة دايت ما ديستما ارت اللي غمسك الفيسبوك افاغنيان السيد يرى يتدوينا انك سيدي على الاقل تبه هديدي مزيان انك على الاقل الشيوخ ندا غران كلو الجند اما الفنانين ران غار جهنم يا كمولاي هي كي درتي سورانس كي نايلا درتي سورة الجند جهنم كي هضو ربي كي اللي تيني نتا جماعتا ارتسنا طيل بعد الشيوخ اللي يسكن الفتنة هانو ارتسنت الدين لان ملا ديش تسنت الدين دخلت غدين مزيان ولا تني تزون نتا جماعتا اشكو اللي يخلط لي غدين يسن الدين مزيان ولا ينزون نتا جماعتا هاتي سيدي ربي تبارك وتعالى بالعظمات الله عز وجل بعظمته يفرح بتوبة التائب والنيتو بني وردي ربي ها النارسيسي تفرح سيدي ربي تبارك وتعالى شروط التوبة الندم على ما فات والعزم على عدم العودة والتوبة النصوحة وانا يتوبني ربي ها ربي تبارك وتعالى تقبل التوبة النارسيسي تفرح وكان التنين اهل الدين ننودي يان السيد يفتح الصحراء يوخيت يوخرتي النميكيات سيما التيد يفدا ترمت نستفتا لحت ترام تلاقي سوا مان العوين كل شيء لاقي سفتا لحت اريد تقلا بغي ترام تلي تفتا يقند يمي كارس تبان ترام تلي دي وريد يفرح يا الفرح يشدان يرينا يا ربي انت ربي وانا عبدك بكثرة الفرحة الناس يا ربي انت عبدي وانا ربك الفرحة يادا زند الفرحة يادا سيد تفرح سيدي ربي تبارك وتعالى استوبات الثائب والنيتو بن سيدي ربي هالنرسي سيد تفرح وكان أتي لنا بعد إلا جس الشيخ ما يسكر الدروز الموعدات يسكر الحسنات يسكر على الأخر يعور طغيات الحاج يسكر يان الدنب نقرز ربي قدر يزاي جهنمه يقدر الفنان يسكر أي حاجة الدنيا تنس على الأخر يتوب توبة نصوحة يزاي الجند كوني سيدي ربي تبارك وتعالى وانا التنين ودياتي الفنانين يعني غاي جهنم الشيوخ يعني غاية الجند هاني إيجا شريك ربي لأن سيدي ربي ودارز شريك الملك سيدي ربي تبارك وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سيدي ربي تبارك وتعالى تفرح التوبة للعباد وأمثلة كثيرة في هذا الباب ونذكر منها إن شاء الله ما تيسر كل يا غنصنع القصة ورقاز لي سيد لين غنتسعد وتسعين الروح يا السيد إن غد تسعود تسعين نروح يفتو داري نطلب السلام عليكم وعليكم السلام الناس هن غير تسعود تسعين نروح إذا داري تلا التوبة الناس هما يودي تسعود تسعين نروح هات ليس التوبة إن خنيت إكمل سيس مية يفتو داروي السين الناس ودي عاتين غير مية نروح إذا داري تلا التوبة دو الناس معلوم تلا دارك التوبة تلا دارك التوبة مولاي شريطة الندم على ما فات والعزم على عدم العودة ذا الشرط يضنا اتغادر التمازيرتات فتو تسيت التمازيرت يضنا تبدو تقيس الحياة الجديد ارقازان يفرح اللي ربي راه قبل التوبة نسي يفرح يفل التمازيرت نساري فتو باش يفتو تسيت التمازيرت يضنا اقيس يبدو الحياة الجديد الكم اريفتو يميلي موت وغرز اش كنت دي الملائكة العذاب الملائكة الرحمة ما غنت فلاس الملائكة العذاب رستيني تاو الدوا دينغا ميان الروح اذا ني جزيت جهنم جزيت العذاب خص تناوي الملائكه الرحمه رستين تو هو ودي شكات سوق راس التوبه نيتنس الا جيت التوبه راه تناوي يقول جبريل عليه السلام الناس ودي عبرات غير ما يقرب يا ونس
والله عز وجل بعظمته يدعى سيدي ربي تبارك وتعالى يتمازلت اللي ديكا انت جوك يدعو حتى اللي راه غادي تقرب اللي عبرت افنتين هي الزيت الجنت او انت الملائكه من الرحمه اش كيدي نغسر كيتيني التوبه هادي التوبه ربي تقبل التوبه للعباد نص هادور يغلطوا في كان اشكون انا يفهم الدين مزيان ولا الناس انت جماعه وامثله كثيره في هذا الباب نصنع كل يا نصنية القيس نية زانية تجازانية فاجرة الحياة نسولت تفنية تمشوتي نغتيري في لحمة غتسا تغمست في كاسة سعود وكنز فأصبحت بعملها الصالح من أهل الجنة يتلى امرأة صالحة تزلات تزومر تصدق الحياة نسولت تقن تمشوت ورست في أتش ولا تسوء أي اللي ختموت فأصبحت من أهل النار والعياذ بالله في زمن موسى عليه السلام عليه السلام في زمن موسى عليه السلام تشكد درسية التمغارت تجا مفسدة تجا زانية وحملت من الزنا الزيس حرام تزري الحياة نصغ الفساد في الاخر الزيس حرام اللي اختي دي تروت نخت تفتدر موسى عليه السلام ناس يا نبي الله وقعت في الزنا وانجبت من الزنا وقتلته يعني ارسكر الزنا أروغ زيغ سو حرام أروغ تنغغت إزدريت لا التوبة إناس غمان يودي إناس فوق جيت يدريت الحرام أدوري بقي نا تفوق جيس العفيت تفوق دارت لا فإذا جبريل عليه السلام يقزد سيدنا موسى الناس يا نبي الله لما طريت تتائبة الله إناس أودي سيدايات تزني تحمل الزينة تاروث تنخت يسري لك كان الذنب اللي يزرين هل هناك ذنب أعظم من أن تقع في الزينة وقتل النفس الناس هناك ذنب أعظم الناس ما هو يا جبريل الناس تارك الصلاة فتارك الصلاة ذنبه أعظم من أن تقع في الزينة وتقتل النفس فلهذا نجزيكم بخير وأن ركيت تركرا جمات اللي أوريفون ولا تكشم أستلو ترى الله يجزيكم بخير الله يجازيكم بخير اشكو سيدي ربي تبارك وتعالى تفرح حتى هو العباد وكان التاني غير بعض الشيوخ البعض الشيوخ الله يجازيكم بخير هاتي زندغيكا زندغيكا افون التاني يخصكم التوالم فماسك المواضيع اللي كان هادفه قسما عظما برب الكعبه واقول كلامي هذا واشهد به امام الله عز وجل 2021 يا هاني لا يسور جاز ولا يسن فرائض الوضوء اقسم بالله هاري لا ورجاز غيس غس غس سنخ نكي جو رغديس ام يسن الاركان الاسلام وحق ربي ام يسن التوحد سن التحيه اللي تيني غزاليت وحق ربي خدي سن بس ما في لا الا في بعض الشيوخ الله يجازيكم بخير ملا تيمي انت زاليت لان 90% من المغاربه غاسا نور تزلا 10% ارتزلا غير سن الجمعه لا يجازيكم بخير عن الإسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا إذا يقول لي الشروط كلها هنو ليس حين الإسلام منك كيلو رقوة تزلات فتدري تقري تنقش الحلال الحرام هذه رقوة بعد يصح الإسلام منك أورا تزلات سولة الله يجازيكم بخير يخصد تولن في الصلاة تاركوا الصلاة تنبه ميدنا في القضية الصلاة اللي كان عمود الدين ديال الصلة بين العبد وربه ديال الصلة اللي كان عماد الدين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر إذا خصنا نسولي ميدنا في تزليت هذه السنة ميدنا أركان الإسلام تزليت لأن الحوايج حقوق الزوجة لان الحوايج اللي فيه خصها فلاس نتنساو يسان نتمدن اشكو يغنرا ان بنيا المجتمع يخصها الزوار نزر الارضيه الصالحه نغزل الاساس الاساس هو كل شيء ماشي يمكن لي نشكاد نبنو تي مال نسجل الشوفاج الكليمات البالكود لوكونيكسيون لا يخصها الزوار نبنو تي يمي الاساس هي كان كل شيء الاساس هي الاركان الاسلام هادي السن اي السن بنادم الدين اقسم بالله غي اي لا رجاز غيلا يتاه لدار ستروا وريس الدين
وريس سنة يعلم حتى إذا ما استظلت لا جيس لا ريازن الجام زافوسي ويس مزيدة. علاش هاني خصايا غدين خصنا نسولف في الزنا، نسولف في الفساد، نسولف في الزليت، في الصيام، نسولف في اللي يتازو من واللي يتزلان غير رمضان. هذا سنة ودي عطي تزليت رمضان اتي ورا تزليت دوزو ما اتي ورا تنقران وانا يا زومن بلا الزول اتي ورا يتوي قبل رمضان الناس. نسولف في التدخين، نسولف في الربا، نسولف يعني نبنو الاساس باش نبنو المجتمع خصنا نبدو الاساس. نسولف في الحوايج اللي هي يعني اساسية باش نكون في تديريكت ولا في تديريكت سومارك، نفتو ديري شت المارتا ونفتو الحمام، نفتو الحلوى، نفتو بوناني، بنو هاد النوع بعدا الأساس، الأساس الله يجازيكم بخير، الأساس باش نبنيو المجتمع كتديو زكان كيان، النعيم لأن الوعي هي كلشي، لأن أكبر خطر يهدد الأمة غساجة الجهل، ميدنو الجهل، لا نمد لي غران السن غينا ربي ولكن لا البعض لي جهل. هكذا نيك الشمس ماسك الفيسبوك خصها فحات الشيوخ ولا الفنانين ولا اللاعبين ولا الرئيس الحكومه ولا الوزراء اي صفحه كيما بغات تكون تحد اي صفحه وانجز انجز وتفت السبان المعيار السب والشتم ما خاطرتش كم كيران الموعظه فما سكن السب الشتم الى نوكان العتباء النون اللي جاونا تفرجنا فتنا نتبون وياها سبان الشتم تلقات فاسي خصها فلاس تسعولم باش نبنيو على المجتمع ديال الحاش اللي ديال الحاش اللي راه السن كان الفتنه افلاس ونساول دي خص كنا فلاس نساول فلاس نساول بالتي هي احسن لان باش هذيك ادهم في غير المثل مثلا الا دار يوم دوك لي نوري تزلا اصني خص تزلا تروح تزال تزور راه ما غديس وراي يرز ولكن غاصني هاكي الله يرحم باش اجي داك التليفون هذا ستوا تزلا المهم دايا نفتو دا نفوض هاي واش الناس الله يرحمها اللي قصيت يا تزلنا يا واس ويسينا تيدي درت الفيق انا واه هو دار تزلنا كي هو خصها تزلى اذا انا تشجعها لان الدين اثيورتي قال قال الله وقال الرسول الدين ما الفائده من العلم ان لم يكن مرفوقا بالتطبيق ان طبق الدين الى نمدنا سورا سوفون الزكاه الى نمدنا سر تقني غراس يقنا غراس قماس يقنا غرات فولد ماس ولادي تزور عميس ولادي تكادر خالص يزيد قماس يفتين لك هاد موتي غتزلا غلفجر هاتي ديني قال المعاملة الإنسانية صحيح تزلت الفجر ولكن زال الفجر لكم دعوة ربي ولكن يخصا الأساس ما قال الأساس احترام الجار زيارة الأقارب غير صلة الرحم قال الباب صلة الرحم إلا الباب يا ما غنسى ولا واخا ينسى ولا نصب كاسد ولا ايمان اسمي كنهرج الاقارب تيجاز الكبائر مدنا الساد ولا تزور الفاميلا نسن وحق البر يزنا مدنا كور عمي سوري سن حتى ما يغز داون اه ولا دريت كور درت كما داك كي جات صافي تعاون ربي صلة الرحيم خصنا نسوا الفماسك الكبائر اللي كنقاتلوا النفس وتاركوا الصلاة وعقوق الوالدان وهجروا الاقارب خصنا يمد نمايان لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق ان يمد نمايان الاملاق تيسان يسان الدين نسن كي جات سيدينا ويد الله يجازيكم بخير او يتغض او يتغض سولا تفكر الحاج اللي غنستافد او يتغض القسان ابي الدحداح او يتغض القسان ابي الدحداح حنا متيمد كشيوخ إن تسن القسان ابي الدحداح حنا ما سن القسان جليبيب رضي الله عنه اللي فن تسليت يا سي سيفن سيفتو يجاهد تفكيم تفسير القرآن تشرح ميمي الدن الدين تشرح ما سن تزليت تشرح ما سن الأمور بالتي هي أحسن تحاول أن يفوس غفوس أن بنوا المجتمع اللي كان صالح غير كذا تميد بنادم وراسو تحترم الوالدين الله يبارك وراسو تسلم حتى فوسنا بمزا أنا قل وليتها الواليد والله راه خديت في ديال الواليد هذا يجرد والله يرحم باي ورزدر غادني ديال الواليد غير كان واه الواليد خصنا تنام حقوق الوالدين تنام يمدنا وداتي رضا الله برضا الوالدين تحترم يدن دار الوالدين نسن احترم تا هما تنسن تحاول ما تنشم الثقافة التسامح يرمي يدن الله يجازيكم بخير عندنا تيان زريات الفتنة باهرة قوتن والفتنة أشد من القتل أتي الفتنة يد كي جتني سكر إلى الحيس بنس
تكيا تاني سكيل اتبانز ما غنميدن يا ايوا دي ودي سوزت ما ينوا ايوا دا هو دي فين العصير هو اوكسويد اغو اوكسويد الحليب هاي تي تكا العصير ايوا دا تزر كيف كوا العصير هو كوا تشغل القهوي تي حونا تي هما لطيفه ودي ما داودي وردا ودي نعقل نكوني غنشكا نعقل نكوني الاسلاميه دين التسامح تسامح الميدن مع هو النهراتسن ثلاث مغرا كراي بي ديك الشضن كراي يقوم دائما كراي فرنطون زين كراي فتاه زلات راجل نمدني لو كنت ندار واحد جارنا مول نمدني هنا فوس غفوس في الجيجنا زريت مغرا فين خير مع هو ميدنا غي لوه الا راكتو جات كلو تاويتي التريتور تو جات كلو شي الدنيا يا ولاد كش مصريين لا جيسا يبا ولا فطوغين ولا سوا راسو فقير احمد يعني لا جيسا فقير بغيك ولا ديس كاوره يزين نغيا واهيس لاباس حاولت تنشر ثقافة التسامح هيت ما ديست ما هرت منا الموضوع انا صدق استفد يعني ميك نستفديت ولا كني ولا كني تحية حب واحترام واجلال وتقدير لكل الاحباء الذين يناقشون الموضوع بالعقل والمنطق ولا عزاء للحاقدين الذين يريدون فقط البلبل والفتنه ورينا تلاسلك محتاج الحاج ارتيني غيميت الله يجازيكم بخير هنيلز هن اي تاكات السلور تيني مكاروان السلور تسبون احتار مات ميدن ردكشن تسكران الصفحه تفستين نور كي تعجيب فوق سلسل البلاصين ما فودي بدا ربي ويا فد ادرحان ولو ربي يبدا يقويا فاش فد اضرحن ولون ما في عمر السوق باش كي يتيان كي يتيان ما يرى اتقضوا اجي نكاد كشنا تبو غويت انك مجيسي هاد الحال اللي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو ربي تسمى يعني الايمان الايمان يزداد وينقص الامام يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي هذه الايمان هي زندو كان السفل يغتزل دار سكارت الرياض دار سكارت الفوتينغ زايد السفل لقتنا اللي زيد في ديال الماكلة تكوني ريت ناقص غير كان الإيمان هذرتني إذا شكون أكبر خطر غيلا واش هنا كان هكا صافي تزلا ارتزم صافي نكا لا واخا تزلا ارتزم دائما تجديد العبادات تسكير الخير تسكير الصدقات تسترس باش سيدي ربي تبارك وتعالى هذا كيبارك يزايد إيمانك يقوى إيمانك اجي كوني اركان تسبو اركان ما يش لاباس سبان شاتم ارتقلت بنادم انا وراه يضرا قيست الصادرت بنادم مالو كاني في التوراس تيار تيا باي طار ويش لاباس وتطفي تطفي دار ستو عرفت تو كيش كاز بنادم ماشي يا صدا دور تزري تطفي يا اختي كان تختار فوق تاعك حسن نميد يش لاباس كي تو فوس غفوس الله يجزيكم بخير تاني صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه تريت الخير تروان كيريتي تروان مدن اختفوا سقنفوس ارتكرام مدن تعالى ادوني بارك الف لون تسلام لون تنير تحيه حب واحترام واجلال وتقدير وتحياتي واحتراماتي للجميع اكون كل يعز ربي اكون يحفظ ربي الف لون تسلام اتمنى كنت عجب الحلقه نغصه تحياتي الى اللقاء مع حلقه قادمه ان شاء الله ومع موضوع اخر والسلام عليكم